دلوقتي خلونا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات الستة لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها أكتر في التقرير اللي جاي. أحداث جديدة شهدتها الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان. نبدأ كالعادة بأحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث اللي جت تحت اسم حصار المحكمة الدستورية العليا. في مشهد من المشاهد داخل مكتب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي اللي شايف إن اللي بيحصل في مسألة الدستور والمحكمة الدستورية العليا مهزلة وانتهاك في حق السلطة القضائية وانتهاك لاسم مصر وسمعتها، بيقول إنهم بيحاولوا يمرروا الدستور بأي طريقة، وبيأكد السيسي إن اللي بيحصل ده خطير، وبيبلغ اللواء محمود شاهين إنه يتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويبلغهم إن القوات المسلحة مش هتتخلى عن القضاء المصري. كل اللي حصل قبل كده فندم بيقول إنهم هيحاولوا يعملوا الدستور بأي طريقة، حتى لو اضطروا إنهم يفضلوا محاصرين كل الهيئات القضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية. اللي بيحصل ده خطير جدا. سيادة اللواء، من فضل حضرتك اتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا وبلغهم ان القوات المسلحة مش هتسيب القضاء المصري. ده واجبنا ودورنا احنا وزارة الداخلية. وانا هبلغ رئيس هيئة العمليات انه يقوم بتأمين المنشآت القضائية. اللي بيحصل ده لازم يتوقف. الحصار ده لازم يتفض وفي أسرع وقت. كمان رصدت الحلقة السادسة من أحداث المسلسل حوار الفريق عبد الفتاح السيسي والمعزول محمد مرسي في مقر الحرس الجمهوري، وده لما طلب منه المعزول فض المظاهرات اللي احتشدت ضده. كل اللي بيحصل ده تجاوز وتعدي على الرئاسة. أنا كلمت قائد الحرس الجمهوري، كلمت وزير الداخلية، الاثنين شايفين إنهم بأمنوا كل شيء وإن المظاهرات سلمية ومفيش داعي للتدخل بعنف خوفا من وقوع ضحايا بين المتظاهرين. طب ده كلام؟ ده كلام يا سيادة الفريق. انا بطلب منك ان الجيش ينزل يتصرف في اللي حاصل ده. ولما الجيش ينزل يا فندم هيضرب في مين ويسيب مين؟ المعارضين ولا المؤيدين؟ يعني نسيب البلطجية يعملوا ما بدلهم في البلد؟ يا فندم بعد اذن حضرتك، الجيش وانا منهم من 25 يناير وعلى مدى 18 شهر اتحملنا مسؤوليه البلد دي، اتحملنا كل شيء، وده علشان مصلحه مصر وشعبها. اللي بيحصل في الشارع ده يا فندم له حل من الاثنين، يا حل سياسي يا حل امني. ولو تقبل نصيحتي يا فندم، الحل الأمني مستبعد تماما، مفيش حل ممكن غير الحل السياسي. اتكلم مع الناس يا فندم، شوفهم عايزين ايه، وضح لهم الأمور وشركهم في الحلول. صدقني هو ده المخرج الوحيد للوضع ده. يعني مفيش أمل إن الجيش ينزل؟ فخامة الرئيس، الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتبقى مشيت. وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 بتسريب جديد لخيرة الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، واللي قال خلال التسريب: ده حضرتك من الآخر كده، كل اللي اشتغل في نيابة الأمن الدولة جزء كبير من النيابة العامة ده لازم يتفور كله، لأن ده جهاز اتربى على التبعية الكاملة للسلطة وعلى الفساد. هو نفسه كتير جدا منهم بياخدوا رشاوى بشكل كبير، يعني ما بيخلصوش حاجة كده لله ولا قانون ولا نظام ولا أي حاجة خالص. في الحلقة السادسة من مسلسل العائدون استعد الضابط عمر لملف التمويل بشكل جيد، ودرس ملف سارة اللي بتشتغل في صالة القمار، وسافر لأوروبا بهوية رجل أعمال معاه فلوس كتير وبيبدأ شغله على طول، وراح صالة القمار ولعب على الترابيزة اللي بتشتغل عليها سارة وقدر يلفت انتباهها وساب لها شيك هدية، فجريت وراه عشان تعرف سبب الشيك وأقنعها تخرج معاه علشان كان عاوز يحط برنامج على تليفونها لكنها ما سابتهوش. من ناحية تانية قامت العناصر الأمنية التابعة للجهاز الأمني المصري بنشر ميكروفونات في شقتها علشان يسمعوا أحاديثها. هاي يو
What's this? اقفل اكلمك تاني. ايه ده؟ مش باين عليك عربي. بمناسبة ايه الهدية دي؟ بمناسبة ان انت وشك كان حلو عليا النهاردة. يعني مديني الشيك ده كله ومش عايز حاجة؟ ده اكيد عايز طبعا. عايزك تعزمني على العشاء ممكن؟ كمان شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم مفاجأة فاتن لما راحت تاخد بناتها من المدرسة واكتشفت إنهم مش موجودين، فراحت للمدرس سلامة اللي قال لها إن سيف جه ومعاه الشرطة وأخد البنتين وسحب الملف الخاص بيهم وقدم لهم في مدرسة حكومية. أنا بكلمك عشان كده، أستاذ سيف جه الصبح ومعاه ضابط واتنين مغبرين وعمل اللي في دماغه برضه، أخد البنات وسحب ملفهم وقدم لهم في مدرسة حكومية. بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير قوي بتنكر الكبير أحمد مكي في ملابس بابا نويل ومشي مع فزاع في الشوارع بدون معرفة أهل المزاريطة إنه العمدة، وده علشان يعرف عمله إيه في مخالفات الشوارع. في مشهد تاني اتكلمت مربوحة مع العترة وجوني أولاد الكبير وبلغتهم إنها بتحبهم، لكن برضو ما سابوهاش في حالها ومسلمتش من شقوتهم وعملوا فيها مقالب ووقعوها من على السلم. وهنا راحت اشتكت مربوحة لجوني على اللي عملوه لحد ما جه الكبير وطلب منها الأكل، لكنها بلغته إنها ما عرفتش تحضر حاجة بسبب عمايل ولاده. تعملي الوكل يلا. ما هو بصراحة يعني ما فيش وكل. ايه؟ مفيش وكل كيف؟ ليه مفيش وكل؟ وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا قاعدين 4 ساعات منقوعه في الميه عشان انضف. 4 ساعات منقوع ليه؟ بتعمي في بكابورت. احداث مسلسل مكتوب عليا اتصاعدت من خلال الحلقه السادسه، واتفاجئ جلجل في بدايه الحلقه ان والده رمى الجورنال اللي موجود فيه عنوان بدوي في الزباله، وانفعل جدا من التصرف اللي عمله، لكن والدته بلغته انها ما رمتش الجورنال وادتهوله، وفي نفس الوقت جلجل لقى كتابه على ايده بتاكد له ان مستقبله هيكون مع بدوي. حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده؟ قول لي بس في ايه؟ في زفت ورق الجورنال كنت حاططها تحت المخده، بترموها ليه؟ ايوه ما انا لقيتها كانت مرميه جنب السرير في الارض، قلت يمكن يكون فيها حاجه مهمه شلتها لك معايا، امسك. كشفت الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوا عن تحسن العلاقة بين ولاء وابن عمها طارق بعد ما كان بينهم مشادات وخناقات في الحلقات اللي فاتت. ظهرت ولاء في عربية طارق وهم راجعين من بيت عمهم بليغ وبيتكلموا عن ذكريات طفولتهم، واعترف كل واحد فيهم بتغيير نظرته للتاني بشكل أفضل. بعد ما رجعوا لبيت العيلة دخلت ولاء في جدل مع أخوها عمر بعد ما شافها مع طارق، وأكد لها هو والدتها إنهم رافضين أي تقارب بينها وبينه بسبب الخلاف بين العيلتين. من ناحية تانية دخل طارق هو كمان في جدل مع والدته بسبب نفس الموضوع. بس قول دلوقتي لو ولاء دي بنت أنا معرفهاش ولا بنت عمي أصلا وماشية كده في الشارع هسيبها وامشي؟ لو واحدة غريبة تركبها معا، لكن البنت دي بالذات لا ما بحبهاش. هو بالعافية بذمتك يا ماما ده منطق؟ ده منطق؟ منطق؟ ايه يا اخويا؟ هو انا بوريكم مدارس علشان تعملوهم عليا؟ بتسلففوا عليا ليه؟ شهدت احداث الحلقه السادسه من مسلسل المشوار زياده التوتر من ناحيه ماهر بسبب كم الفلوس والاثار اللي معاه، وهنا فتح الشنطه وادى لزوجته قطعه اثريه عباره عن عقد لملكه فرعونيه، واستقبلته الزوجه بسعاده لكن لسه حاسه بالخوف. هنا ابنهم قال ان الشنطه ممكن يشوفها الجميع، علشان كده ماهر قرر يخفيها. ودي رحيم، هو حد يعرف ان انت شفت الحاجات دي ولا تعرف عنها حاجه؟ ساعتها لا هيبقى في بيت ولا حمام سباحه ولا بابا وماما كمان. طب ما هو ممكن يشوفوا الحاجات في الشنطه عادي، يعني انا مالي؟ ما احنا عشان كده مكلفتينها يا فالح. ابوك رحيم. في احداث الحلقه السادسه من مسلسل دايما عامر شهدت براءه مصطفى شعبان من تهمه حيازه المخدرات بعد ما اعترف الشاب اللي اتقبض عليه بانه ملوش علاقه بالموضوع، وفي مشهد تاني اتسرق موبايل ميرنا نور الدين خلال خروجها من المدرسه، لكن مصطفى شعبان قدر يلحق اللي سرقه ورجع لها الموبايل. هو ده؟ ايه ده انت جبته ازاي؟ متشكرة قوي بجد، انا مش عارفة اقول لك ايه. لا والله مفيش اي حاجة، لا شكرا على واجب. في الحلقة 6 من مسلسل احلام سعيدة بطولة الفنانة يسرى بنشوف كلام الدكتور مع ليلى او مي كساب بان فرصتها في الانجاب بدأت تنقص بسبب ان سنها بيكبر، ونصحها انها تعجل بالانجاب قبل فوات الاوان، وبيحاول يحيى الصلح ما بين فريدة واخوها صالح، لكنها رفضت وراحت للنيابة وبلغت عنه، ووضحت انه اتورط قبل كده في جريمة قتل لابن واحد من جيرانه في القرية. حضرتك عندك فكرة إن صالح كان متهم في جريمة قتل عشان الأرض؟ ده إمتى الكلام ده؟ من 5 6 سنين. من 5 6 سنين؟ كان في واحد اسمه حسن دهشور أرضه جنب أرضنا، اتقتل
ابن حسن دهشور اتهم صالح انه هو السبب في قتله عشان كان في نزاع على الارض قبل كده. كمان شهدت الحلقه السادسه من مسلسل جزيره غمام احداث مهمه. قام العمده رياض الخولي بالقبض على احمد امين وحبسه بعد ما اعترفت ميار الغيطي بان البنت اللي اتقتلت كانت بتحب عرفات. وطلب محمود البزاوي من مي عز الدين وطارق لطفي انهم يفتحوا المندل علشان يعرفوا مين اللي قتل البنت، وطلبوا منه يجيب طفل صغير فنطق وقال عرفات غرقها وقتلها.